بسم الله الرحمن الرحيم. هنسأل سؤال كده الحقيقة محيرني، سألت شوية صحاب ليا كتير أو ناس أعرفهم، وفي منهم اللي يعني مختلف الفئات. فالمهم بقول له: أنت لو هتجيلك فلوس هتصرفها في إيه؟ زيادة يعني، لو جالك فلوس زيادة هتصرفها في إيه؟ أو أنت بتصرف إيه مصاريفك؟ قال لي: والله أنا أغلب مصاريفي ناس كتير يعني، مش واحد ولا اتنين، قالوا احنا بنصرف في الاكل والشرب طبعا نمرة واحد، نمرة اتنين بنصرف في تعليم العيال مدارس لو كان عندهم عيال، نمرة تلاتة لو في علاج ولا حاجة لا قدر الله بنروح ندفع، والعربية والمواصلات والكهرباء والنور وبس يعني، ما عندناش حاجة زيادة، يا دوب اللي بيجي يعني بالعافية بيكفينا وكده. طيب بياخدوا النسبة دي قد ايه يعني؟ قال لك: طبعا التعليم اللي هو بيعلم ولاده ده بيكلفه نسبة كبيرة من الدخل، طبعا لو في ايجار بيدفع ايجار لسكنه لكهرباء لخدمات يعني. المهم ان الناس ايه، حسيت ان كلهم يعني يدوب مكتفين كده، ما حدش يعني ماشي الحمد لله ونحمد ربنا على كل شيء، لكن ايه كلهم مكتفين. طيب قلت له: طب لو جالك فلوس زيادة على 30 50% من دخلك هتصرفه في ايه يعني؟ يعني انت عايز فلوس تاني زيادة ليه، او هتعمل بيهم ايه؟ والله بقى هنا الآراء كلها اختلفت بقى. قال مثلا: والله انا هعلم ولادي احسن، واللي قال انا مثلا عايز اعمل مشروع او عايز اطلع منهم اي حاجة تأمني في المستقبل، واللي قال انا يعني هجيب علاجاتي وحاجتي براحتي شويه، وفي ناس قالت لا انا عايز استثمرهم في ان انا اشتري عقار ان شاء الله قسط ولا حاجه يساعدني ان انا في الولاد دي لما هتكبر برضو او الحاجه هتنفعهم. وفي ناس تعبانه قوي قال انا نفسي اشتري مثلا، دخل عليا رمضان عايز اجيب لاولادي حاجه زياده في الاكل، عايز اجيب ملابس في العيد، عايز اجيب جزم في العيد، عايز اجيب لهم كحك، يعني ايه الحاجات اللي احنا اتعودنا عليها كده، اجيب لهم حته لحمه زياده. يعني الحقيقه طبعا كل الناس بتختلف، كل واحد في واحد عايز يعلم احسن، واحد يعلم ولاده حاجه كويسه، عايز يعالجهم احسن، عايز يلبسهم احسن، حتى اللي ما عندوش ولاد برضه بيبقى محتاج ايه ان طيب طب ما تزود، حاول تزود دخلك وكده. قال لك: مفيش، ما عنديش امكانيه، ان بس شغل مفيش كفايه، وانا بشتغل على قد ما بقدر وكده، واغلبهم يعني اللي بيشقى هو ومراته وهو وكده يعني، ما فيش فرصه ان هم. طيب ايه الحل يا جماعه يعني؟ ما لازم يكون في حل. في ناس اقترحت قالوا: طب ما لازم المرتبات تزيد والمعاشات تزيد وعشان نقدر نشتري. طب يا جماعه لو حصل كده ما هو ده هيغلي عليكم الاسعار، انتوا عارفين ان لو زادت كميه الفلوس في الاخر ما عملناش حاجه، ما استفدناش. فكرت الحقيقه، هم فكروا معايا برضو كل واحد بساله بسمع منه حاجه، هقول لكم الخلاصه يعني. الخلاصه قال لي: انا لو صرفت في التعليم واستثمرت زياده حاجه اللي بتاع التعليم دول، ما هو انا كده بعود برضو بالمصلحه، وفي نفس الوقت مش هتغلى الاسعار، لان انا هعلمهم يعني دي مش حاجه فيها زياده اسعار، واللي هعالجهم برضو قال لي دي مش هتزود. اللي قال هجيب لهم مثلا حته لحمه زياده في الشقه برضو دي كويسه للصحه وما اقدرش اقول له فيها حاجه، واللي قال انا عايز اشيلهم في بنك برضه كويس، ما هو في البنك مش وحش، هتعمل بيه قرشين تشيلهم غيرك هيستفاد بيهم وهيدورهم ما فيش مشكله، حلو برضه. اللي عايز يشتري حته ارض ولا اللي عايز يشتري عقار يشتري شقه لبنته، اللي عايز تتجوز يجهزها مش عارف ايه. فلقيتها طيب واحد عايز يغير شباك بيته، واحد عايز يعمل مش عارف ايه، لقيت ان اوجه الصرف دي كلها ما هياش هي كلها في سلع إلى حد ما عندها ركود. يعني معنى كده إن السلع دي أصلاً الناس عندها ركود وبتشتغل مش بكامل طاقتها، لأن مفيش مستهلك كفاية، وبالتالي لما يكون بشتغل مش بكامل طاقتي والمستهلك اللي عندي أنا المعروض منه كتير، اللي عايز يجيب تلاجة، اللي عايز يجيب بوتجاز، كل شيء موجود ومصري يعني ما هوش مستورد كله ولا حاجة، لا
في واحد عايز يجيب مثلا تكييف للبيت في الصيف كده، الحاجات كلها موجودة. طب المصانع دي والطاقة الإنتاجية اللي عندنا دي مش كفاية؟ لا كفاية. طب اللي عايز يشتري جزمة، عندنا طاقة جزم كفاية، أو هدوم مليانة الناس وبتعاني وبتشتكي، ما بتشتغل بربع الطاقة ونص الطاقة وغلبانة جدا، محتاجة إنها تزود إنتاجها بس مش لاقية، مش عارفة تبيع. واللي عايز يشتري حاجة شقة ولا حاجة لبنته عشان ولا ابنه عشان يتجوز فيها، والتقسيط على 10 سنين وثمان سنين ومش لاقيين، مش قادرين. طب يعني لو دخل له دخل زيادة فعلا وقدر يحقق اللي هو عايزه ده، يبقى هيعمل مصلحتين. يعني ما هو ده هيخلي المصانع اللي شغالة وبتوع العقارات اللي عندهم عقار والتعليم والصحة وكل ده، لو هو ده اللي عليه الطلب، هو مش هياكل اكتر من بطنه. يعني هو بياكل 3 طاقات وخلاص، هم بياكلهم ولا طاقتين، هم اللي هياكلهم، هو عايش بالكفاف. والكهرباء الدولة بتاخدها كده كده، والمية الدولة بتاخدها كده كده، وحتى لو استهلك في اي حاجة تانية ما هو انت بتاخد عليها ضريبة مبيعات. المهم فقال لك بس يعني نعيش نحس ان احنا برضو ايه قادرين نمشي شوية، يعني الدنيا مع الاسعار والغلا وبعد الاصلاحات دي كلها وبتاع، عايزين نحس ان احنا قادرين نعيش مرتاحين. واللي اداني مثلا لما كان زمان المرتبات 17 جنيه و30 جنيه وكانوا بيعيشوا وبيوفروا وكان السكن رخيص وبيلاقي شقة، يعني الزمن طبعا كان مختلف لكن كانت مكفية وزيادة. دلوقتي مش مكفية، وفي نفس الوقت مش مكفية وفي انتاج كتير والناس اسعارها غالية لان مصاريفها ما بتجيبش هم يعني اللي عنده مثلا محل تجاري عنده كذا موظف وفاتح وكهرباء وبتاع ومش عارف ايه، وفي الاخر دخله ايه؟ طب ما هيدفع ايجار، هيدفع ده وتامينات وضرايب، لازم يحمل ده على الزبون، والا ما هو كمان بني ادم وعايز يعيش وياكل. يعني اللي عايز اقوله ان ما عندناش سلعه فيها مشكله، خصوصا ان الدوله دلوقتي لغت الدعم تقريبا في كل حاجه، مفيش الا هو رغيف العيش اللي يعني ومحدش هيهدره. فانت خايف ليه كبلد من ان انت يزيد الدخل، يزيد الفلوس في الناس، تطرح تزود كميه الفلوس اللي في السوق بقى بوسيله او باخرى، يعني دي شغل طبعا البنك المركزي، لكن انت ايه اللي يخليك تبقى خايف؟ بالعكس، ده انت لو ما عملتش كده بتضطر تدي دلوقتي اعانات وبترجع تاني لنظام دعم. يعني انت دلوقتي في ظروف زي اللي احنا فيها بتديهم دعم للناس، ولازم تديهم، ما دول هيعيشوا منين؟ الناس دي كلها لابد انها تعيش. لو ما فيش حركه، ما فيش سوق، ما فيش بتاع، انت بتدي بتقول اصحاب المصانع المتعثره وبتاع هنعمل لهم مش، طب يا سيدي كل ده كويس، احنا عايزين نحرك السوق. الفايده كلها في ان انت لو شغلت الدنيا هتتفتح مجالات شغل للناس دي نفسها، بعد كده هتتفتح لها ابواب رزق وشغل وهتشتغل وهتبقى مش عايزه منك حاجه زياده. بالعكس، ده الضرايب بتاعتك هتزيد. هتزيد ليه؟ لان انت بتاخد طبيعي ضريبه على كل حاجه، ضريبه دخل دلوقتي مش عارف 14.5%، وتاخد كل حاجه ما فيهاش مدعمه، فانت لما هيزيد النشاط انت هتستفيد كدوله. فمش عارف ليه الناس خايفه اللي هم المسؤولين من هذا الموضوع. المطلوب منكم انكم تنشطوا السوق، ولو نشطته طالما انت قافل مش فاتح الدنيا استيراد زي الاول وعندك منتجات كتير عايز تتحرك، انت مش هتخسر حاجه، ده انت هتستفيد كتير، يعني ان الدوله هيطلع يزيد الضرايب. وبعدين طيب الناس كمان خايفه تشتغل وخايفه تحط فلوسها في شغل. ليه خايفه؟ خايفه عشان خاطر انت برضو بتشد عليهم قوي وتهدر الاقرارات بتاعتهم الضريبيه وبتحاسبهم، يعني الناس مش ناقصه. ليه ما تديهمش ثقه وامان وتقول له والله الاقرار سليم وانا لو العكس هحاسبك زي الناس كلها؟ ما اتعملت قبل كده ايام دكتور يوسف بطرس غالي وكان الدخل زاد والحصيله زادت، لما امنت الناس رجعت وبعد كده تراجعت وقلت لا الممول عايز يتهرب، الممول وحش، انت لما هتمسك واحد واثنين بيخالف هيخاف الباقي، لكن انت لكل الكويس والوحش تاخده تديله
كمان في حاجة تانية، انت لما بتيجي تروح مقضى وبعدين بعد ما تقضى تروح حاجز عليه، الكلام ده مش سليم، وازاي تبقى انت خصم وحكم؟ ما ينفعش. لو انت ريحت القوانين دي كلها، ريحت القوانين دي، قلت والله هنرجع للاصل، ان ده اللي بيقتل يا جماعه بتقولوا له المتهم بريء الى ان تثبت ادانته، اللي بتمسكوه بالمخدرات بتقولوا له المتهم بريء الى ان يثبت ادانته، انت بتقدر بطريقتك، بتقدر غالبا على سنوات غلط وعلى بتاع، لسه كانوا بيقولوا مش عارف جامعه ايه اللي هي بتاع الزويل ولا مين ولا هو التعليم، حد كان كاتب بيتكلم، وبقى مقدرين عليها ضرائب قد كده ما تقدرش تدفعها، وبعدين طبعا مش هيقدروا يدوا مرتبات موظفين. الله، يعني في خلل، انت لو صلحت الخلل ده مش هيكلفك حاجه، بالعكس هيزود دخلك، لان انت في الاول وفي الاخر بتاخد ضريبه، وضريبه غير مباشره كتير وعلى كل حاجه، وما عندكش دعم، يعني ما فيش اكتر من كده. يعني النشاط ده في مصلحتك في الاول وفي الاخر، يعني مش عارف ازاي الفكر ده، مش انا مش قادر استوعبه. يعني الناس هتصرف في ايه؟ هتصرف في هي اللي بتاكله، هو هتاكله هو الاساسي، هيحسن من حالته الصحيه، ما هيوفر لك البلاوي والمصاريف اللي بتدفع دلوقتي، هي التعليم بيشيل عنك وشايل عبء كبير قوي في التعليم، انت اللي عايز يعلم ولاده مش عايز اقول لك نص وتلتين دخله بيروح في التعليم، انت لسه ما وصلتش انك انت تعلم الناس كحكومه كويس. وبعدين ليه هنرجع لنظام الدعم تاني، انك انت بتدي للناس كل شويه من كل ازمه، وبعدين بتمن عليه ولا بتديله ولا يعني حسنه ولا صدقه؟ مش عايزين دي، احنا عايزين نشتغل، الناس تاكل عيش وتشتغل وكرامه. حرك السوق وظبطه وافتح مجالات شغل، وساعتها ما كل واحد هيرتاح. الفتره دي الظروف بتاع الدوله تساعد ماشي، لكن ما هوش ده المفروض. يعمل صندوق بطاله، يعمل المعاشات صح، الفلوس اللي راحت في المعاشات قبل كده واللي دخلت في الميزانيه واللي ادي الناس ميزانيتها صح. لازم تفكر الدوله تعمل كده، لان ده هو ده اللي هيشغل، وهو ده اللي هيعمل طاقه، وهو ده اللي هيطلع انتاج، وهو ده اللي هيخلي مصر عظيمه فعلا. والظروف دلوقتي كده كويسه، داخل علينا فتره بعد الكورونا دي والحرب الاقتصاديه بين الدول العظمى وبتاع، احنا عندنا سوق، عندنا السوق العربي وعندنا السوق الافريقي وعندنا السوق المصري، بسعته ما شاء الله كويسه، والناس ممكن تنتج وتشتغل. طمنها، امنها، مش ممكن يعني في ناس كتير سابت شغلها بسبب الضرايب بالذات كاجراءات بقى، اذا كنت مصنع ولا حتى اقتصاد غير رسمي ولا انت عايز، بالعكس انت عايز تضمهم وتدخلهم اقتصاد غير رسمي عشان تدخله معاك، لما هيطمن هيخش، لما هيدفع ضرايب عادي ومحدش بيظلمه ماشي، مش هيقول لا، بالعكس الناس كلها يعني هتبقى مبسوطه وهتشتغل وهتلاقي سوق، انما انا ما فيش. يعني ده كان نتيجه يعني فكر، وبعدين بحثت وبعدين سالت لقيت كده. يعني الدوله هتجيب منين؟ الدوله تجيب، مش ما تجيبش، الدوله لو عايزه تجيب تجيب، ما هي بتدفع ايه دعم هنا وبتدفع هنا دلوقتي، ما لكن انا عايز حاجه بكرامه وتشغلنا وتفتح لي رزق. خلي بالكم مشكله العقارات والناس اللي شايفه العقار دي، لازم العقارات دي لو ما اتحركتش واتباعت هتبقى مشكله، والعماله دي هتقف. المنتجات اللي زي الملابس والاحذيه والالومنيوم والكل ده هيقف، البلد كلها هتبقى في مشكله، السياحه مضروبه كمان، خلي بالكم. يعني ده لابد 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 بسرعه اجراءات تطمئن الناس، واحد اتنين تلاتة قرارات كده تطلع فورا. احنا قوانين الضرايب هيبقى الوضع بتاعها مفيش حجز، فوق كل الحجز، المهم مش هيسمع 10%، وهنحاسب نعيد حسابات الممولين، ولو في خلاف بوديه محكمة يا سيدي، ويطلع بيه قرار محكمة، احجز اعمل اللي انت عايزه، لكن ما تبقاش كده منك ليها يعني. وبعدين لازم تحسبها بالفكر الاقتصادي، مش بالفكر ان انا اذبح الفرخة، لا. معلش انا يمكن كده، بس انا بحاول اوصل الفكره اللي انا حسيتها، وشايف ان الناس هتبقى تعبانه، اللي معاه تعبان واللي ما هوش تعبان، وفي ناس عليها التزامات مش قادره تدفعها وليها فلوس مش عارفه تحصلها. لازم برضو اليات البنوك تتحرك فيها في حكايه الشيكات في الفتره الجايه، عشان تقدر تخلي الناس اللي يعني يا اما تزود ائتمان للناس اللي معروفه، يا اما تبقى تديهم حريه سحب على المكشوف بعض الشيء للعميل المضمون. يعني نشوف اليه تامن
الناس وتحرك السوق مهم جدا. أشكركم وربنا يهدي ويقدم في الخير والناس تستمع وتفكر وتدرس يعني ونشوف المصلحة فين. شكرا. أخوكم سلامة حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسأل سؤال كده الحقيقة محيرني، سألت شوية صحاب ليا كتير أو ناس أعرفهم وفي منهم يعني مختلف الفئات. فالمهم بقول له أنت لو هتجيلك فلوس هتصرفها في إيه؟ زيادة يعني، لو جالك فلوس زيادة هتصرفها في إيه؟ أو أنت بتصرف إيه مصاريفك؟ قال لي والله أنا أغلب مصاريفي ناس كتير يعني مش واحد ولا اتنين، قالوا احنا بنصرف في الاكل والشرب طبعا نمرة واحد، نمرة اتنين بنصرف في تعليم العيال مدارس لو كان عندهم عيال، نمرة تلاتة لو في علاج ولا حاجة لا قدر الله بنروح ندفع، والعربية والمواصلات والكهرباء والنور وبس يعني، ما عندناش حاجة زيادة، يا دوب اللي بيجي يعني بالعافية بيكفينا وكده. طيب بياخدوا النسبة دي قد ايه يعني؟ قال لك طبعا التعليم اللي هو بيعلم ولاده ده بيكلفه نسبة كبيرة من الدخل، طبعا لو في ايجار بيدفع ايجار لسكنه لكهرباء لخدمات يعني. المهم ان الناس ايه، حسيت ان كلهم يعني بيدوب مكتفين كده، ما حدش يعني ماشي الحمد لله ونحمد ربنا على كل شيء، لكن ايه كلهم مكتفين. طيب قلت له طب لو جالك فلوس زيادة 30-50% من دخلك هتصرفه في ايه يعني؟ يعني انت عايز فلوس تاني زيادة ليه او هتعمل بيهم ايه؟ والله بقى هنا الآراء كلها اختلفت بقى. قال مثلا والله انا هعلم ولادي احسن، واللي قال انا مثلا عايز اعمل مشروع او عايز اطلع منهم اي حاجة تأمني في المستقبل، واللي قال انا يعني هجيب علاجاتي وحاجتي براحتي شويه، وفي ناس قالت لا انا عايز استثمرهم في ان انا اشتري عقار ان شاء الله قسط ولا حاجه يساعدني ان انا في الولاد دي لما هتكبر برضو او الحاجه هتنفعهم، وفي ناس تعبانه قوي قال انا نفسي اشتري مثلا داخل على رمضان عايز اجيب لاولادي حاجه زياده في الاكل، عايز اجيب ملابس في العيد، عايز اجيب جزم في العيد، عايز اجيب لهم كحك يعني ايه الحاجات اللي احنا اتعودنا عليها كده، اجيب لهم حته لحمه زياده يعني. الحقيقه طبعا كل الناس بتختلف، كل واحد في واحد عايز يعلم احسن، واحد يعلم ولاده حاجه كويسه، عايز يعالجهم احسن، عايز يلبسهم احسن، حتى اللي ما عندوش ولاد برضه بيبقى محتاج ايه ان طيب طب ما تزود، حاول تزود دخلك وكده. قال لك مفيش، ما عنديش امكانيه ان الشغل مفيش كفايه، وانا بشتغل على قد ما بقدر وكده، واغلبهم يعني اللي بيشقى هو ومراته هو وكده يعني ما فيش فرصه ان هم. طيب ايه الحل يا جماعه يعني؟ ما لازم يكون في حل. في ناس اقترحت قالوا طب ما لازم المرتبات تزيد والمعاشات تزيد وعشان نقدر نشتري. طب يا جماعه لو حصل كده ما هو ده هيغلي عليكم الاسعار، انتوا عارفين ان لو زادت كميه الفلوس في الاخر ما عملناش حاجه ما استفدناش. فكرت الحقيقه هم فكروا معايا برضو، كل واحد بساله بسمع منه حاجه، هقول لكم الخلاصه يعني. الخلاصه قال لي انا لو صرفت في التعليم واستثمرت زياده حاجه اللي بتاع التعليم دول، ما هو انا كده بعود برضو بالمصلحه، وفي نفس الوقت مش هتغلى الاسعار لان انا هعلمهم يعني دي مش حاجه فيها زياده اسعار، واللي هعالجهم برضو قال لي دي مش هتزود. اللي قال هجيب لهم مثلا حته لحمه زياده في الشق برضو دي كويسه للصحه وما اقدرش اقول له فيها حاجه، واللي قال انا عايز اشيلهم في بنك برضه كويس، ما هو في البنك مش وحش هتعمل بيه قرشين تشيلهم غيرك هيستفاد بيهم وهيدورهم ما فيش مشكله، حلو برضه. اللي عايز يشتري حته ارض ولا اللي عايز يشتري عقار يشتري شقه لبنته، اللي عايز تتجوز يجهزها مش عارف ايه. فلقيتها طيب واحد عايز يغير شباك بيته، واحد عايز يعمل مش عارف ايه، لقيت ان اوجه الصرف دي كلها ما هياش في هي كلها في سلع إلى حد ما عندها ركود. يعني معنى كده إن السلع دي أصلا الناس عندها ركود وبتشتغل مش بكامل طاقتها،
لان مفيش مستهلك كفايه، وبالتالي لما يكون بشتغل مش بكامل طاقتي والمستهلك اللي عندي انا المعروض منه كتير، اللي عايز يجيب تلاجه، اللي عايز يجيب بوتجاز، كل شيء موجود ومصري يعني ما هوش مستورد كله ولا حاجه، لا في واحد عايز يجيب مثلا تكييف للبيت في الصيف كده، الحاجات كلها موجوده. طب المصانع دي والطاقه الانتاجيه اللي عندنا دي مش كفايه؟ لا كفايه. طب اللي عايز يشتري جزمه، عندنا طاقه جزم كفايه، او هدوم مليانه، الناس وبتعاني وبتشتكي ما بتشتغل بربع الطاقه او نص الطاقه، وغلبانه جدا محتاجه انها تزود انتاجها، بس مش لاقيه، مش عارفه تبيع. واللي عايز يشتري حاجه، شقه ولا حاجه لبنته عشان ولا ابنه عشان يتجوز فيها، والتقسيط على 10 سنين وثمان سنين ومش لاقيين، مش قادرين. طب يعني لو دخل له دخل زياده فعلا وقدر يحقق اللي هو عايزه ده، يبقى هيعمل مصلحتين. يعني ما هو ده هيخلي المصانع اللي شغاله وبتوع العقارات اللي عندهم عقار والتعليم والصحه وكل ده، لو هو ده اللي عليه الطلب، ما هو مش هياكل اكتر من بطنه. يعني هو بياكل 3 طاقات وخلاص، هم بياكلهم ولا طاقتين، هم اللي هياكلهم، هو عايش بالكفاف. والكهرباء الدولة بتاخدها كده كده، والمية الدولة بتاخدها كده كده، وحتى لو استهلك في أي حاجة تانية، ما هو أنت بتاخد عليها ضريبة مبيعات. المهم فقال لك بس يعني نعيش، نحس إن إحنا برضو إيه قادرين نمشي شوية، يعني الدنيا مع الأسعار والغلا وبعد الإصلاحات دي كلها وبتاع، عايزين نحس إن إحنا قادرين نعيش مرتاحين. واللي اداني مثلا لما كان زمان المرتبات 17 جنيه و30 جنيه وكانوا بيعيشوا وبيوفروا وكان السكن رخيص وبيلاقي شقه، يعني الزمن طبعا كان مختلف، لكن كانت مكفيه وزياده. دلوقتي مش مكفيه، وفي نفس الوقت مش مكفيه وفي انتاج كتير، والناس اسعارها غاليه لان مصاريفها ما بتجيبش هم يعني اللي عنده مثلا محل تجاري عنده كذا موظف وفاتح وكهرباء وبتاع ومش عارف ايه، وفي الاخر دخله ايه؟ طب ما هيدفع ايجار، هيدفع ده وتامينات وضرايب، لازم يحمل ده على الزبون، والا ما هو كمان بني ادم وعايز يعيش وياكل. يعني اللي عايز اقوله ان ما عندناش سلعه فيها مشكله، خصوصا ان الدوله دلوقتي لغت الدعم تقريبا في كل حاجه، مفيش الا هو رغيف العيش اللي يعني ومحدش هيهدره. فانت خايف ليه كبلد من ان انت يزيد الدخل، يزيد الفلوس في الناس، تطرح تزود كميه الفلوس اللي في السوق بوسيله او باخرى، يعني دي شغل طبعا البنك المركزي، لكن انت ايه اللي يخليك تبقى خايف؟ بالعكس، ده انت لو ما عملتش كده بتضطر تدي دلوقتي اعانات وبترجع تاني لنظام دعم. يعني انت دلوقتي في ظروف زي اللي احنا فيها بتديهم دعم للناس، ولازم تديهم، ما هو دول هيعيشوا منين؟ الناس دي كلها لابد انها تعيش. لو ما فيش حركه، ما فيش سوق، ما فيش بتاع، انت بتدي بتقول اصحاب المصانع المتعثره والبتاع هنعمل لهم، مش طب يا سيدي كل ده كويس، احنا عايزين نحرك السوق. الفايده كلها في ان انت لو شغلت الدنيا هتتفتح مجالات شغل للناس دي نفسها، بعد كده هتتفتح لها ابواب رزق وشغل وهتشتغل وهتبقى مش عايزه منك حاجه زياده. بالعكس، ده الضرايب بتاعتك هتزيد ليه؟ لان انت بتاخد طبيعي ضريبه على كل حاجه، ضريبه دخل دلوقتي مش عارف 14.5%، وتاخد كل حاجه ما فيهاش مدعمه، فانت لما هيزيد النشاط انت هتستفيد كدوله. فمش عارف ليه الناس خايفه اللي هم المسؤولين من هذا الموضوع. المطلوب منكم انكم تنشطوا السوق، ولو نشطته طالما انت قافل مش فاتح الدنيا استيراد زي الاول وعندك منتجات كتير عايز تتحرك، انت مش هتخسر حاجه، انت هتستفيد كتير، يعني ان الدوله هيطلع يزيد الضرايب. وبعدين طيب الناس كمان خايفه تشتغل وخايفه تحط فلوسها في شغل، ليه خايفه؟ خايفه عشان خاطر انت برضو بتشد عليهم قوي وتهدر القرارات بتاعتهم الضريبيه وبتحاسبهم، يعني الناس مش ناقصه. ليه ما تديهمش ثقه وامان وتقول له والله قرارك سليم وانا لو العكس هحاسبك زي الناس كلها ما اتعملت قبل كده ايام دكتور يوسف بطرس غالي،
وكان الدخل زاد والحصيلة زادت. لما أمنت الناس رجعت بعد كده تراجعت وقلت لأ، الممول عايز يتهرب، الممول وحش. انت لما هتمسك واحد واتنين بيخالف هيخاف الباقي، لكن انت لكله الكويس والوحش تاخده تديله. كمان في حاجة تانية، انت لما بتيجي تروح مقدر وبعدين بعد ما تقدر تروح حاجز عليه، الكلام ده مش سليم. وازاي تبقى انت خصم وحكم؟ ما ينفعش. لو انت ريحت القوانين دي كلها، ريحت القوانين دي، قلت والله هنرجع للاصل، ده اللي بيقتل يا جماعه بتقولوا له المتهم بريء الى ان تثبت ادانته، اللي بتمسكوه بالمخدرات بتقولوا له المتهم بريء الى ان يثبت ادانته، انت بتقدر بطريقتك، بتقدر غالبا على سنوات غلط وعلى بتاع. لسه كانوا بيقولوا مش عارف جامعه ايه اللي هي بتاع الزويل ولا مين ولا هو التعليم، حد كان كاتب بيتكلم، وبقى مقدرين عليها ضرائب قد كده ما تقدرش تدفعها، وبعدين طبعا مش هيقدروا يدوا مرتبات موظفين. الله، يعني في خلل. انت لو صلحت الخلل ده مش هيكلفك حاجه، بالعكس هيزود دخلك، لان انت في الاول وفي الاخر بتاخد ضريبه، وضريبه غير مباشره كتير وعلى كل حاجه، وما عندكش دعم. يعني ما فيش اكتر من كده. يعني النشاط ده في مصلحتك في الاول وفي الاخر. يعني مش عارف ازاي الفكر ده، انا مش قادر استوعبه. يعني الناس هتصرف في ايه؟ هتصرف في هي اللي بتاكله، هو هتاكله هو الاساسي. هيحسن من حالته الصحيه، ما هيوفر لك البلاوي والمصاريف اللي بتدفع دلوقتي. التعليم بيشيل عنك وشايل عبء كبير قوي في التعليم. انت اللي عايز يعلم ولاده، مش عايز اقول لك نص وثلثين دخله بيروح في التعليم. انت لسه ما وصلتش انك انت تعلم الناس كحكومه كويس. وبعدين ليه هنرجع لنظام الدعم تاني، انك انت بتدي للناس كل شويه من كل ازمه، وبعدين بتمن عليه ولا بتديله ولا يعني حسنه ولا صدقه؟ مش عايزين دي. احنا عايزين نشتغل، الناس تاكل عيش وتشتغل وكرامه. حرك السوق وظبطه وافتح مجالات شغل، وساعتها ما كل واحد هيرتاح. الفتره دي الظروفها بتاع الدوله تساعد ماشي، لكن ما هوش ده المفروض. يعمل صندوق بطاله، يعمل معاشات صح، الفلوس اللي راحت في المعاشات قبل كده واللي دخلت في الميزانيه واللي ادي الناس ميزانيتها صح. لازم تفكر الدوله تعمل كده، لان ده هو ده اللي هيشغل، وهو ده اللي هيعمل طاقه، وهو ده اللي هيطلع انتاج، وهو ده اللي هيخلي مصر عظيمه فعلا. والظروف دلوقتي كده كويسه. داخل علينا فتره بعد الكورونا دي والحرب الاقتصاديه بين الدول العظمى وبتاع، احنا عندنا سوق، عندنا السوق العربي وعندنا السوق الافريقي وعندنا السوق المصري، وساعته ما شاء الله كويسة، والناس ممكن تنتج وتشتغل. طمنها، أمنها. مش ممكن يعني، في ناس كتير سابت شغلها بسبب الضرائب بالذات كإجراءات بقى، إذا كنت مصنع ولا حتى اقتصاد غير رسمي ولا أنت عايز، بالعكس أنت عايز تضمهم وتدخلهم الاقتصاد غير رسمي عشان تدخله معاك. لما هيطمن هيخش، لما هيدفع ضرائب عادي ومحدش بيظلمه ماشي، مش هيقول لا، بالعكس الناس كلها يعني هتبقى مبسوطه وهتشتغل وهتلاقي سوق. انما انا ما فيش. يعني ده كان نتيجه يعني فكر، وبعدين بحثت وبعدين سالت لقيت كده. يعني الدوله هتجيب منين؟ الدوله تجيب، مش ما تجيبش. الدوله عايزه تجيب تجيب، ما هي بتدفع ايه دعم هنا وتدفع هنا دلوقتي. لكن انا عايز حاجه بكرامه وتشغلنا وتفتح لي رزق. خلي بالكم مشكله العقارات والناس اللي شايف العقار دي، لازم العقارات دي لو ما اتحركتش واتباعت هتبقى مشكله، والعماله دي هتقف. المنتجات زي الملابس والاحذيه والالومنيوم والكل ده هيقف، البلد كلها هتبقى في مشكله. السياحه مضروبه كمان، خلي بالكم. يعني ده لابد 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 بسرعه اجراءات تطمئن الناس. واحد اتنين تلاته قرارات كده تطلع فورا. احنا القوانين الضرايب هيبقى الوضع بتاعها مفيش حجز، فوق كل الحجز، المهم مش هيسمع 10%، وهنحاسب نعيد حسابات الممولين، ولو في خلاف بوديه محكمه يا سيدي، ويطلع بيه قرار محكمه احجز اعمل اللي انت عايزه. لكن ما تبقاش كده منك ليها يعني. وبعدين لازم تحسبها بالفكر الاقتصادي، مش بالفكر ان انا اذبح الفرخه. لا معلش، انا يمكن كده، بس انا بحاول اوصل الفكره اللي انا حسيتها، وشايف ان الناس هتبقى تعبانه، اللي معاه تعبان واللي ما هوش تعبان، وفي ناس عليها التزامات مش قادره تدفعها وليها فلوس مش عارفه تحصلها،
لازم برضو آليات البنوك تتحرك فيها في حكاية الشيكات في الفترة الجاية عشان تقدر تخلي الناس اللي يعني يا إما تزود ائتمان للناس اللي معروفة، يا إما تبقى تديهم حرية سحب على المكشوف بعض الشيء للعميل المضمون. يعني نشوف آلية تأمن الناس وتحرك السوق، مهم جدا. أشكركم وربنا يهدي ويقدم في الخير والناس تستمع وتفكر وتدرس يعني ونشوف المصلحة فين. شكرا، أخوكم سلامة حمزة.